مرحبا بكم. أسوأ اختراعات شركة أبل، صانع الهاتف آيفون 7. يقول ستيف جوبز: التصميم هو طريقة عمل تلك الأشياء، وهو بالطبع محق في هذا. لقد غير هذا الرجل تصور ملايين الأشخاص عن استخدامات الأجهزة الإلكترونية، تماما مثل ما فعل الكابتن كوك قائد السفينة ميبل عندما غير اتجاه الإبحار 180 درجة. في الحقيقة لقد تأثرت أنا شخصيا من العروض الأخيرة، ولكنني سأكون حياديا هنا. في أول شهر أبريل عام 2016 أتمت شركة أبل عامها الأربعين، وبتلك المناسبة سيكون من الشائق العودة إلى الماضي ورؤية المشاريع التي لم توفق فيها شركة أبل. كما يقال، الطريق إلى القمة مليء بالأشواك، وشركة أبل ليست استثناءً، فقد تعرضت الشركة لبعض الإخفاقات التي لا يمكن أن تصدقها الآن. فكرت الشركة في صناعة هاتف ذكي قبل اختراع آيفون بفترة طويلة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو تصنيعهم للهاتف أبل وولت، وهو النموذج الذي صنع لكي يحول الهاتف المنزلي ذا الأسلاك إلى ما يشبه الهواتف الذكية الحديثة. يؤدي هذا الجهاز عدة وظائف مختلفة، مثل هاتف متكلم، جهاز فاكس، جهاز للرد الآلي، كما أنه كان مزوداً بدليل الهواتف أونلاين بانكينج، والعديد من الوظائف الأخرى. كما أن احتوائه على شاشة تعمل باللمس قد مكن من تسجيل الملاحظات الكتابية. ولكن في النهاية لم يصل الجهاز إلى مرحلة التصنيع، حيث أدركت الشركة حتمية فشل وولت، لأن السوق لم تكن مستعدة بعد لاستقبال مثل تلك الاختراعات، بالإضافة إلى أن سعره كان مرتفعاً للغاية. ولذلك تمت صناعة أعداد قليلة فقط من وولت، تم توزيعها كمقتنيات شخصية، وتم مؤخراً بيع أحد تلك الأجهزة من خلال تطبيق إيباي بسعر 8000 دولار. من الواضح أن الجهاز أبل ماسج بات الذي يعمل بنظام الاتصال نيوتن لم يكن سيئاً، ولكنه لم يحالفه الحظ في النجاح. كان هذا الجهاز الرقمي يؤدي مهامه بشكل جيد، وكان بإمكان ماسج بات إرسال الرسائل الإلكترونية والفاكسات، وكذلك تنظيم المهام اليومية، وكان يعمل باللمس. ولكن الشيء الأهم، ويمكن أن نقول عنه الطفرة التي أحدثها هذا الجهاز، هي إمكانية الكتابة على شاشته بخط اليد، وقد تم بالفعل إصدار هذا الجهاز، ومن ثم حققت تلك الخاصية انتشارا كبيرا فيما بعد، ولكن البداية كانت في عام 1993. وعلى الرغم من أن هذا الجهاز كان جيداً، فإنه لم يحقق انتشاراً واسعاً في العالم. أعتقد أن هذا الجهاز قد نال نجاحاً لبعض الوقت، ولكن سعره الذي كان يصل إلى 1000 دولار هو الذي حد من هذا النجاح. يمكن الآن شراء نيوتن ماسج بات من خلال تطبيقات الإنترنت، لأن التغطية ونظام الاتصال يعملان حتى الآن. وبالمناسبة، قام مهندسان سابقان من شركة أبل بتأسيس شركة بيكسل التي قامت بإنشاء نظام الاتصال لجهاز آيباد. البعض فقط يعرف أنه في تاريخ شركة أبل يوجد مكان للكاميرا الرقمية، ففي عام 1994 تم عرض الآلة التي تحمل اسم كويك تيك 100، واسمها المختصر هو فينيرا، وقد تم إنتاج تلك الكاميرا الرقمية بالاشتراك مع شركة كوداك. وعلى الرغم من أن الشركة لم تكن الأولى في إنتاج الكاميرا الرقمية، فإن شركة أبل تميزت بأنها أول من حاول إنتاج آلة سهلة الاستخدام، معدة خصيصاً للمستخدم العادي، مما يجعل التصوير الرقمي متاحاً للجميع. كان يمكن لفينيرا التقاط 8 صور بأبعاد 640 مقابل 460 بيكسل، أو 32 صورة بأبعاد 320 مقابل 240 بيكسل، وبعمق الألوان 24 بايت، كما أنها كانت مزودة بالإضاءة، ولكنها كانت تفتقد إلى خاصية الزوم البصري والرقمي. لتشغيل الكاميرا كان يلزمها 3 بطاريات AA عادية، ومن أهم مميزات الكاميرا سهولة التوصيل بأي جهاز حاسب آلي iMac يعمل بنظام تشغيل ماكوي S7 وما هو أعلى منه. وبمرور الوقت ظهر نموذج جديد من الكاميرا، وهو كويكتيك 150، ثم ظهر بعده كويكتيك 200، حيث تم تعديل قياس الصور مع إمكانية الاتصال بنظام ويندوز. لم تحقق الكاميرا نجاحا ملحوظا، ولم تستخدم بشكل كبير، ولذلك توقف صاحب ومدير الشركة ستيف جوبز عن العمل في هذا الاتجاه في عام 1997.
لم تبدي شركة أبل مطلقا أي اهتمام بعالم الألعاب، ولكنهم قاموا مرة واحدة بالاشتراك في تصنيع وحدة ألعاب. في عام 1995 تم عرض جهاز جديد يسمى بيب بين، وهو جهاز متعدد الوظائف يحتوي على وحدة ألعاب ومشغل اسطوانات. وقد كانت المواصفات الفنية للجهاز جيدة ومتقدمة للغاية، ولكن لم يهتم أحد بهذا الاختراع، وأخفق هذا الابتكار بسبب سعره الباهظ الذي بلغ 600 دولار. وقد تجاهل هواة الألعاب هذا الجهاز، مفضلين عليه أجهزة البلاي ستيشن ونينتندو وسيجا لأن أسعارهم كانت أقل، كما أنهم تفوقوا على بيبين في المواصفات الفنية. استمر هذا الجهاز لفترة قصيرة وكان متاحا في الأسواق اليابانية والأمريكية فقط، إلا أن هناك ميزة أخرى لبيبين، وهي أنه ما زال يذكر حتى الآن. ففي عام 2006 تم اختيار هذا الجهاز كواحد من أسوأ وحدات الألعاب في العالم. بعد مرور 25 عاماً على إصدار الهواتف الجوالة، قررت الشركة أخيراً إصدار جهاز يمكنه التواصل مع البشر عن طريق الصوت. استخدم مهندس شركة أبل التكنولوجيا الرائعة Knowledge Navigator في صناعة نموذج أولي لجهاز يمكنه التواصل مع البشر، ليس فقط عن طريق شاشته التي تعمل باللمس، ولكن أيضاً بالحديث الصوتي معه. كما أن شركة أبل قامت بتصوير فيلم خيال علمي عرضت فيه كيف سيكون الحديث بين البشر والحواسب الآلية في المستقبل القريب، ولم يذكر أي تاريخ محدد للإصدار، ولكن من سياق الفيلم يمكن استنتاج أن الأحداث تدور في خريف عام 2011، وفي هذا الوقت تحديدا تم إصدار الهاتف. هل هو تنبؤ أم اتفاق؟ أو أنهم من الممكن أنهم تعجلوا في إصدار جهاز للعرض دون تجهيزه بشكل تام؟ من الصعب معرفة الحقيقة. قبل ظهور أبل تي في بفترة طويلة، قامت الشركة بتصنيع جهاز من نفس النوع. ففي 25 من شهر أكتوبر عام 1993، قامت الشركة بتمويل وتصنيع ماكنتوش تي في، وهو هجين رائع بين جهازي تلفاز وحاسب آلي، يشبه في تصميمه أجهزة سوني. عند بدء التشغيل يختار المستخدم بين الحاسب الآلي والتلفاز. ومنذ ظهوره في الأسواق عام 1993، قامت الشركة بصناعة 10,000 نسخة منها، وتم عرضه في الأسواق لمدة 5 أشهر فقط. ومن المميزات الجيدة أن ماكنتوش كان يتمتع بخاصية سكرين شوت، حيث كان يمكن للمشاهد التقاط صورة للشاشة تم تخزينها على الحاسب الآلي، كما أنه كان يتمتع بإمكانية التحكم به عن طريق الريموت كنترول، والذي كان يمكن من سماع الموسيقى أو مشاهدة قنوات التلفاز. أذكركم بأن هذا الأمر كان في عام 1993، حيث كان الريموت كنترول في هذا الوقت ابتكاراً حقيقياً. ورغم كل هذا لم يحقق الجهاز الانتشار الذي توقعته شركة أبل، حيث إن الجهاز لم يرتقي لدرجة الحاسب الآلي الجيد، كما أنه لم يرغب أحد في شراء تلفاز بوظائف غير مفهومة. يعتبر الاختراع إيماك 3 هو الإخفاقة التي أعادت ستيف جوبز إلى منصبه المدير العام للشركة. كان التصميم عبارة عن اسطوانة زرقاء نصف شاشة، والذي أكد أن شركة أبل يمكنها التفكير بشكل مبتكر، إلا أن الفأرة التي ألحقوها بالجهاز أثبتت أن الابتكار يجب أن توضع له حدود. إنها القطعة الأسوأ على الإطلاق. تحتوي الفأرة على زر واحد فقط، تصميمها جيد ومصنوعة من البلاستيك النصف شفاف، وبها ملحوظتان صغيرتان. الأولى كانت الفأرة تدور أثناء الاستخدام مما يجعلها غير مريحة، والثانية أن سلك التوصيل قصير للغاية. وقد أوضح جوبز أن هذا الجهاز هو أفضل الأجهزة التي تمت صناعتها، إلا أن حديثه لم يؤثر في حركة بيع الجهاز ولم يغير شيئاً من الواقع. ونتيجة لذلك استمرت تلك الفأرة المستديرة في الأسواق لمدة 2 فقط، ثم اختفت نهائياً. في بداية الألفية أصبح آيبود هو الرائد في سوق الأجهزة المحمولة، ولكن شركة أبل أدركت في الوقت المناسب أن الهواتف الذكية سوف تنتشر بصورة أكبر، حيث إن جميع الهواتف تقريباً تحتوي على كاميرا وراديو FM وشاشة تعمل بالأشعة تحت الحمراء وبلوتوث، كما أن بعض الأجهزة مزود بمشغل للموسيقى. وقد كانت أول تجربة لدخول عالم الهواتف الجوالة عن طريق جهاز موتوريلا روكر E1، والذي تم عرضه في السابق في شهر سبتمبر عام 2005. وكان هذا الجهاز عبارة عن نسخة معدلة من الهاتف موتوريلا E398، وكان الاختلاف الوحيد لروكر وجود مشغل موسيقى عالي الجودة مزود ببرنامج عمل يشبه الآيبود وزر لتشغيله.
وكان هذا هو أول هاتف جوال يمكنه إصدار نغمات صوتية مجسمة. وإلى هنا تنتهي مميزات الروكو، ولكن عيوبه كانت أكثر. لم يحقق جهاز موتوريلا روكر النجاح المتوقع، ولكن آيفون عوض هذا الإخفاق فيما بعد. يمكننا الاستمرار لفترة طويلة في عرض إخفاقات شركة أبل، ولكني أردت أن أعرض عليكم الأمور الشائقة فقط من وجهة نظري. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.